في مشكله خلاص هو المهم ان في يعني مشكله كبيره في الاخر. انا شخصيا هي ايه المشكله برضو يا عبا؟ معلش انا دلوقتي كلاعب كوره ماليش علاقه باللي بنتوا بتقولوا ده وعمالين لو انا قاعد بيتفرج علينا واحد دلوقتي هيقول لك انا ماليش علاقه باللي بيحصل. انا علاقتي الوحيده ان انا عندي ماتش يوم 14 و17 ودي عشان العب احضر نفسي اليوم 24. وده نوع من انواع العبث اللي احنا عايشينه يا كابتن اسلام. عبث اداري خطير جدا. بتتكلم على اتحاد كره بيحتفل بال100 سنه، يعني بنحتفل 100 سنه او 101 سنه كوره واتحاد، يعني وبنتكلم في امور ان الناس فجاه تطلع تقول لك انتوا بتنتقدوا وانتوا بتهاجموا، بتسمع تصريحات غريبه، سيارات الاسعاف، لا الناس تبعت سيارات نقل الموتى طبعا. فده اللي هو ايه يا كابتن اسلام؟ بجمله اللي احنا عايشينه. فده بالمره. فالنهارده طب هتيجي تحاسب مين؟ هتقعد برضو نفضل ايه تشكل لجنه ولجنه تشكل لجنه وانا افكر حضرتك حاجه، مش هنلاقي حد يتحمل المسؤوليه. هنلاقي ايه زي ما استاذ عصام كان بيقول ايه؟ ان مثلا لو اللجنه الاولمبيه محدده ان المنتخب الاولمبي فيه 18 لعيب وفيه 15 فرد من الجهاز الفني، ممكن نلاقي ان مثلا البعثه لو هي من المفترض تطلع 30 شخص على نفقه اللجنه الاولمبيه الدوليه او الاولمبيكس يعني في باريس، يعني هتلاقي ان انت ممكن عندك 50 60 واحد في البعثه مثلا. فدول صحيح المصروفات او الاجراءات اللي بتبقى زياده ممكن انت تكون مثلا ما خدتش فيهم اجراءات معينه، او زي ما الاستاذ عصام كده بيقول امر تاني ان انت ما بلغتش مثلا ان انت المفروض هتسافر في الوقت ده، فالشركه الخاصه بالطيران مثلا ما كانتش مجهزه. حصلت مع فرق قبل كده يا جماعه مصريه الطياره في الرحلات الخاصه. هو من الواضح ان لا اتقال لي اصله حاجه ما اعرفش، ما هو يعني مصدر اخر بص يعني غير بص اللي خدت منه. لا احنا لا كل حاجه جاهزه، احنا دافعين كل حاجه وعاملين كل حاجه كابتن بالعقل لا والطياره مستنيه وكل أيوة حاجه معلش بالعقل بالعقل بالعقل. اصل احنا مش في بلد، والمنتخب بتاعنا كان منقطع في فندق وفجاه قالوا له يلا روح المطار، فما راح المطار فوجئ ده اللعيبه دي لبست وتهندمت ويلا يا ابني الباص اهو يلا اطلعوا على المطار اللي هو مطار القاهره عشان نركب الطياره. ازاي في اجراء غلط؟ مفيش معانا مهما كان بقى صحيح على رايك. مفيش معانا اجانب، مفيش معانا اجانب. بقول لك يا استاذ عصام اللي انت بتقوله صح واللي انا بقوله صح واللي ايمن بيقوله صح واللي فلان هيقوله صح، كل ده صح. المهم ان في حاجه غلط حصلت. افكركم بحاجه، مش كان الكلام على يوم الخميس الصبح؟ لا ما هي الطياره الخاصه تطلع في اي وقت. بس كان الكلام المعلن واحنا كاتبين كده. لا هو قال الاربع، قالوا الخميس صباحا بعد المران، يا اما صباحا يا اما مساء المنتخب يغادر. الكلام ده الاسبوع اللي فات. ممكن بقى حضرتك عشان انت ادرى بقول لحضرتك دي الحاجات اللي بيبعتوها. ثم فين اصلا اللي المفروض يطلع يكلمنا؟ مدير المنتخب، انا اسف يعني. طب ما تحاولوا تجيبوا لنا كابتن، تجيبوا لنا الراجل حرب ده يا جماعه بعد اذنكم يا محمود لو سمحت كده حاول تجيب لنا كابتن حرب نفهم منه يفهم اين الخطا يعني. مش عايزين نعرف اين الخطا ولكن نطمن الناس بس المنتخب هيمشي امتى على مدى سيحدث خلال خير المرحله إن شاء الله. القادمه بسيطه يعني ما بجد والله ما فيش حاجه بس قولوا لنا ان ما في يعني خلاص خلصت الشغلانه انما في الاخر واذا تتحدث بعدين اللعيبه لا قدر الله لو اتغلبنا ولا حصل هيقول لك يا عم دي لعيبه فاشله لعيبه مش عارف ايه ومعاهم مدرب دافعين فيه فلوس رامينا في الارض، مع ان الراجل مدرب كويس على اللي طبعا عنده سي في وعنده سي في جيد وعنده شغل نتائج وحتى في البطوله اللي هي الخاصه بالتاهل نتائج جيده جدا طبعا المنتخب يعني العناصر اللي فيه مميزه. فلا الامور من المفترض اصلا وكمان الظروف اللي في البطوله اللي الواحد شايفها والمجموعه والمنتخبات حتى بتقول انه يعني ممكن المره دي عندك فرصه او امل توشك ان انت على ميداليا ان انت تنافس حتى او توصل لفكره المربع الذهبي عكس الفترات السابقه يعني. ف يعني اتمنى ان قصه العبث الاداري اللي بتعيشه الكره المصريه ده يخلص، لان في الاخر كلنا متضررين. احنا كلنا عايزين نتفرج على ماتش كوره ونتبسط مبسوطين، لكن احنا عايزين نقف مع منتخبنا الاولمبي بالظبط كل حاجه. لكن النهارده هتيجي تطلع لي مشكله اللائحه مش عارفين تنظموها، اللي مش عارف ايه مش عارفين بيحصل في ايه. حتى انا اسف يعني القضيه اللي فجرت بعد مباراه بيراميدز والاتحاد عن اصل مايلي معاه انذارين لا معاه ثلاثه، ما عندكش سورس رسمي
تخش تدور اللعيبه اللي بتاخد الانذارات في الدوري. عارف ليه؟ لان فين؟ السورس ورقي حتى الان، يعني في دفتر كده بالظبط. في دفتر لا ده بجد، لا ده الصوره اللي منتشره فضيحه. عارف الصوره اللي منتشره للانذارات اللي بتاخد؟ ده انا ممكن اكتب، ده انا تحت ممكن اكتب حاجه. اه طبعا. لا الدفتر ده غير رياضي ومشطوب. اولا الدفتر ده بيبقى دفتر كده او لا معدود، احيانا في دفاتر بتبقى رسميه معدوده ومختومه بخاتم شعار الدوله عشان ما حدش ياخد ورقه زياده او ينقص ورقه، فيقول لك هذا الدفتر مسلسل 100 ورقه مسلسل. في دفتر بقى ما لا مسلسل ولا حاجه كده، انت راح ماتشات كحكم يروح مديلك شويه عشان يبقوا معاك تمام، تغلط في حاجه تصلح تعمل. ازاي بعد 100 وحاجه سنه كوره اقدم واحد من اقدم الاتحادات في العالم مش حاطط ده على ابلكيشن؟ يعني انا وانت واي حد يخش اداريين الفرق تخش على ابلكيشن موقع يا كابتن، موقع رسمي لاتحاد الكره او موقع رسمي رابطه الانديه او اي حاجه، لان الناس بتعتمد على يعرف. اه الناس بتعتمد على ابلكيشنز اللي هي اللايف سكور. انما انت تقول لي مصداقيتها مش 100%. اصل في الورقه هي اللي سلمها الحكم، سلمها لمين ومين اداها لمين ومين ما يقولش انها شدت او ما شدتش. طب ما تبينوا الامر وننهي القصص دي وتبقى لصالحكم ولصالح. انتوا بتزعلوا على جهدكم وعلى الناس اللي بتطلع ان جهدكم غير مشكور، ولا انا غلطان؟ خلوه مشكور اهو، اعملوا الحاجات دي. النهارده الناس اثرت جدل على موضوع مايلي ده قبل مباراه الاهلي والنهارده، ان انت الناس تتكلم ده اه ده ممكن يتخصم على اساس ان انت بتراجع، لان حتى في التلفزيون ما دي حاجه بنواجهها. انت في التلفزيون الحكم لما بيطلع كارت، لو في ثلاثه لعيبه واقفين والحكم مثلا طلع الكارت كده او للدكه مثلا، طلع كارت للدكه محدش بيبقى شايف، ممكن تبقاش عارف ده لعيب ولا اداري ولا مدرب. تفاجئ بعد كده لا اصل اللعيب، يعني كان في كيس عشان نقفل القصه دي اللي طارق حامد مثلا في سنه من السنين، والناس قالت لا ده لعب ومعاه ثلاث انذارات. فلما اتعملنا اتصالات وراجعنا الانذارات على المواقع مفيش، كلها بتقول اه ان طارق حامد لو بالتسلسل ده يبقى هو لعب وهو معاه ثلاث انذارات. لا ده طلع ان هو وقتها كان مثلا الكاس بيتراكم مع الدوري، وهو كان حكم اجنبي في مباراه امام الاتحاد السكندري، وفي الاكسترا اللي هو الوقت الاضافي وهو خارج من الملعب كان في مشكله، خد انذار بعد البث ما اتقطع ايوه ده اتسجل وقتها، ده الانذار الثالث وهو توقف الماتش اللي بعديه، بعد كده بنعد من الاول. فهي الحاجات دي كلها لو النهارده اتحط على سيستم وعلى الموقع الالكتروني انت النهارده تقدر تخش عليه تراجع كل ما الحاجات دي حيلة. الموضوع سهل، لكن احنا في عبث. فالنهارده حضرتك لما تيجي تقول ان المنتخب الاولمبي ما سافرش عشان خطا اداري فده بجملت يعني. قول لي يا كابتن، قول لي يا كابتن، مدير الفريق ازاي ما يردش على تليفونات؟ ليه ليه ليه؟ انا والله عمال ابعت له، انا بسال حضرتك ماسك التليفون حتى عمال ابعت له. ليه هو ده غلط او عيب؟ يعني طمن الجمهور، ده انت في قناه ما هياش فاتحه ابوابها علشان على راي حضرتك تناقش وتؤزم الامور. انت بس عايز تقول للناس، انا بس عايز اريح الناس، لان انا لما حد دلوقتي والله انا حد بعت لي دلوقتي بيقول لي يا كابتن طب يعني هنعمل ايه وهيسافر حد يعني اهو، طب نشوف في قناه تانية ولا نعمل ايه؟ ما احنا عايزين حد صحيح يعني يقول لنا ايه اللي بيحصل.